متابعي وي بي سي الأوراس، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من وشركم. موضوعنا اليوم كيف أثر الحجر المنزلي على قطاع التربية والتعليم. تابعونا ونشوفوا واش رايكم. قطاع التربية راهو في مشكلة كبيرة، تما خاصة تما النيفو نافيام وترمينال، تما راح يلقاو معاهم إشكال كبير، تما من النفسية تاع الأولاد من نواحي كلها. تما دوكا مام الاولاد مو فاهمين والو، تما كيف راح يحسبوا لهم، كيف راح يديروا لهم تما الدروس اللي راح يحسبوا لهم منهم وما يقراوا منهم. ان شاء الله يلقاو لها حل تما في اقرب وقت ويتوصلوا لاتفاق ان شاء الله. هذا المرض هذا كوفيد 19 هذا راهو اثر على العالم كله، على خاصه وبخصوص على الناس تاع التربيه والتعليم اثر بهم. بالنسبة للأطفال، الأولاد، الطلبة، أثر عليهم نفسياً لأنه غيروا لهم المدة تاع الامتحانات كذا. هذا كي أثر عليهم نفسياً وهم الآن في تشوشوا. الآن الدور على الآباء، الوالدين، الناس المسؤولين كيف يطمنوهم، لأن ربي سبحانه وتعالى بين لنا باللي الدنيا ابتلاء وامتحان. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. هذا كل ابتلاء. كامل الظرف تاع الكورونا هذا اللي رانا فيه، نشوفوا في التعليم تدهور بزاف، كيما نقولوا الدروس بلاسك ما كملوهمش تلاميذ، كاين دروس ما قراوهمش منا، بصح شو قادر تعاون التلاميذ في حاجة في العتبة، قادر ينقصوا لهم دروسهم، كاين دروس قراوهم تسمى اوبليجي عليهم، كاين دروس مادام ما قراوهمش تسمى راح ينحيو لهم يديروا العملية مع عتبة. وكاين التلاميذ قادر تكون ضرت نفسيتهم، ما ساعدتهمش الحكايه هذه، كاين اللي ساعدتهم جاتهم حاجه نورمال تسمى. كيما انا قلت لك بور مو، انا كون جيت نعقب السنه باك ما راح ننظر، بيسك ما دروس قادر نكون نسيتهم، قادر منا نتفرفج. ما رانا نشوفوا يعني اولا واخيرا ربي يرفع علينا هذا البلاء، ان شاء الله ربي نرجعوا لحياتنا العاديه. كيما رانا نشوفوا سما من كل نواحي كل المجالات راهو سما نضروا من الازمه هذه، سما مش غير التربيه والتعليم. دوكا حنا تخصصنا في مجال التربيه والتعليم، ما نعرف سما كل واحد كيفاش يشوف فيها. دوكا واحد يقول لك هو اغلبيه الناس سما دوكا كيما نقولوا الشريحه نتاع الطلاب هذو سما اللي متخصصين بال سما بالامتحانات هذو ما مش قابلين سما كيما نقولوا الامتحانات، سما مش قابلين الوقت اللي داروا فيه الامتحانات. شويه سي ديفيسيل، صعيبه بزاف على الاولاد وصعيبه على الاولياء تاعهم. كي تعرفي الاولاد لازم يكونوا في لي زيكول تاعهم باش يديروا تمارين تاعهم، يحفظوا خلاصاتهم، لازم تكون متابعه من الاستاذ تاعو، سينو ما يقدرش الطفل باش يكون وحده هكا. هضرنا صح معاهم، حاولنا كيف نكونوا معاهم، ما كاينش جمعيات كيما نقولوا حنا تدعيم، حبس كلش، لي سيات لي سيام حابسين باش يقرا الطفل هذا وحده، ما كاين الدروس بزاف ما وصلوش ليهم. حتى الاولاد كي هضرت معاهم، ولادتي ولاد العائله والاخر بزاف اللي قال لك حنا طولنا بزاف ما قريناش، نساو بزاف معلومات، حتى كي يقرا وحده في الدار ما لقاش روحه. البيامه معليش يقدر يلقى روحه هكا بمعدل مليح يوصل ليسي، بصح كيما نقولوا حنا المستقبل باش يضمنوا كل في شهاده بكالوريا. الام لازم توقف مع ولادها في هذه الازمه، بلادنا هذه لازم نوقفوا مع بعضنا، وراهي ازمه واعره، وكيما يقول لك رانا يعني في الديار وهكا بالقلقه تاع الاولاد، ولازم نساعدوا بعضنا، الام تعاون ولادها والاب يعاون ولاده وتعاونوا، ما يكون غير الخير ان شاء الله. ورانا نقولوا الحمد لله، والقرايه هذه ان شاء الله لازم واحد الامهات يعاونوا ولادهم، وجامغي بيا يديروا لهم يقدروا حتى يقراوا باغ انترنت مع الاساتذه نتاعهم مع المعلمين نتاعهم. سنا باك ومنا شيوا قعدنا 6 مو هكاك بلا ما نقراو، خارجين على اطار الدراسه، خارجين على بزاف حوايج اثرت علينا من جانب الدراسه واثرت علينا من جانب حياتنا يا بعد اللي نعيشوها دوكا. بون الاجراءات اللي داروها الوزاره ومنا على كي اجلوا الباك، يعني كانت 50% من جاب لينا، انا بور مو كنخلاوها في جوان خير شو نورمال. سبتمبر كان بزاف اللي تقبلوها يعني وجاتهم مليحه. دوكا خرجنا صح، خرجنا من اطار الدراسه هذه وعينا نرجعوا، كان بزاف طلبه يرجعوا تما الريتم اللي كنا فيه من بكري، وشوا ان شاء الله بشوي بالاراده نرجعوا ونقراو بيان
وان شاء الله فيها خير. انا بين كطالب في الطور التعليم العالي طالب جامعي وفروا لنا بعض الدروس اونلاين كما نقولوا، وبصح ما نظنش انها راح تعطي مفعول كما كنا في الـ في الـ في الاقسام، فكل واحد كيف راح يشوفها. اما بالنسبه للتعليم الثانوي والابتدائي والمتوسط، كمثال انا عندي الاخوه تاعي الصغار يتمنوا بشغف يرجعوا للمدارس تاعهم، لانهم شغل كسروا لهم الروتين، مهما اعطيناهم دروس في المنازل ولا تابعناهم كيما الاولياء تاعي تابعهم، ماش راح تكون مفعولها كيما تاع مع الاصدقاء تاعو. احنا نتمنوا ان شاء الله يروح علينا هذا الوباء وترجع الحياه عاديه كيما كانت ان شاء الله.